فيها الحياة، فيها الطيبة، فيها الطفولة. ثنائية شجون الهجري وبشار الشطي تحمس الجمهور في قمة تناقضات. المشاهد دي اللي بتشوفوها هي من كواليس تصوير مسلسل بيبي الكويتي لرمضان 2022، بطولة شجون الهجري، بشار الشطي، ماي البلوشي، شوق، أحلام حسن وغيرهم كتير، ومن إخراج محمد سمير وإنتاج إيجل فيلمز. وإي تي بالعربي كان في الكواليس وقابل شجون اللي بتقدم بيبي في ثنائية منتظرة من الجمهور مع بشار الشطي. بيبي مسلسل اجتماعي نحاول من خلاله ادخل بيبي في كل بيت. أحس بيبي تشبه كل إنسان، لأن بيبي فيها تناقض الشخوص، فيها الحب، فيها الحياة، فيها الطيبة، فيها الطفولة. متحمسة جدا للقائي بالنجم أخوي طبعا بشار الشطي، صديق النجاحات. شجون أنا دائما يعني أسعد بالعمل معاها، وخصوصا هذا العمل يعني الكثير. شخصية ضاري شخصية فيها تناقض يعني، وفيها صراع داخلي نفسي ما بين ضاري بشكل أو بمكان ما وضاري في مكان آخر، يعني في قمة تناقضات. وطبعا المسلسل في خط كوميدي هنشوفه بقوة بين عبدالله عبد الرضا وزوجته غادة الزجالي اللي بتقدم دور شمس الشموس. الكل شايف الكاركتر غريب عجيب، يعني شيء جديد علي بالنسبة لي أنا بشخصية شمس الشموس في بيبي. ولكن اللي حبيته بالشخصية الكوميديا الحلوة اللي قاعد تسويها، يعني شمس الشموس كوميديا موقف. الشيء اللي جديد علي بأنها مسيطرة على رايلها ومسيطرة بالفريج كله، اللي طبعا هي أوفر كشخة، طبعا الكاركتر مبين أوفر كشخة بكل مناسبة. في لايت كوميدي الخط اللي احنا مسوينه أنا و زوجتي في العمل الفنانة العمانية غادة زجالي، ومسوين شيء إن شاء الله ينال إعجاب الجمهور. والكل في العمل هيكونوا جيران، وأعرف جيران لبيبي هيكونوا أحلام حسن وأختها اللي عايشة معاها ماي البلوشي. طبعا أنا شخصيتي أرملة، عندي بنت وولد ساكنين ببيت واحد، وطبعا تصير أحداث كوميدية. طبعا بيبي جارتنا فتحية، شخصية جميلة وشخصية تلقائية وعفوية، وإنسانة طموحها محدود في إن شلون تربي عيالها، شلون تحتويهم، شلون تخليهم أحسن الناس. والتشابك في العلاقات والقصة الاجتماعية دي حاول يقدمها المخرج محمد سمير بطابع كوميدي كمان. هو بيبي هو مسلسل تراجيدي كوميدي، حبينا شوية إن نفكر الناس بالعلاقة اللي ما بين الجيران وبعضها اللي الناس شوية مفتقداها، وعملنا طابع كوميدي بحيث إن الناس اوريدي احنا في كورونا والناس طالعين من كورونا كمان لسه، فالناس محتاجة حاجة كوميدي يعني تخليهم يتفرجوا عليها في رمضان. وبين الشخصيات المجنونة والكوميدي كلها في العمل ده، أكتر واحدة هادية هتكون حنان. حنان شخصية جدا هادية، جدا راكدة، من أهل الله، مو درويشة، لا هي إنسانة رزينة راكدة، تحب الحياة، تحب الأشخاص اللي حوالينها، بس القدر يطيحها في أمور أو تكتشف بعض الأمور تصدمها. والقصة دي كلها كتبها أحمد العوضي اللي كان حريص يقدم العمل وأحداثه ضمن شهر رمضان وضمن قصة قريبة من المجتمع الكويتي. العمل بالدرجة الأولى والأخيرة نحاول من خلالها نقدم الجانب الكويتي بالأخص والخليجي بشكل عام. من خلال 30 حلقة 30 يوم في رمضان احنا عملنا، قاعدين نمثل ان احنا برمضان من اول يوم رمضان الى اخر يوم. وباين ان دي اكتر حاجة حمست جمال سنان وإيجل فيلمز للعمل. بيبي اللي شدني له النص، البيئة المحلية الكويتية، دور شجون، دور بشار، دور كل النجوم. حيكون في كل شيء، دراما، لايت كوميدي، تراجيدي قوية، بيئة حلوة.